دلوقتي ست بتفرج على افلام رعب وبحب افلام الرعب، اكيد ولادي هيتاثروا. هل الولاد اصلا مسموح لها انها تتفرج على افلام رعب؟ ابدا ابدا. لسن كام؟ يعني لحد سنه 13 14 سنه او كمان لحد. بصي دايما في افلام هتلاقي مكتوب عليها بلس 18. اه انا محتاجه التزم على الموضوع. التزم والموضوع نسبي مختلف من طفل لطفل كمان حسب طبيعته. بس احنا اصلا انا ممكن يبقى طبيعتي انا بدرس ابني اصلا. هو لو ابني بالظبط، لو ابني اصلا طبيعته خوافه هعالجه بالصدمه من يتفرج على افلام رعب هيخاف اكتر، ما هو عقله مش مميز. طب لو خواف ابني او بنتي وبيطلبوا هم افلام الرعب، هبدا اساله خليه يعبر عن اللي جواه. لو هو اصلا خواف يبقى كده في حاجات معينه شافها او مشاهد مر بيها سواء في الحقيقه او في الفيلم اثرت معاه. لا نسمه، لو هو خواف ازاي اخليه مش خواف؟ لو هو خواف هخليه اول حاجه، والناس بترفض جدا ان انا تعملها، ان انا اخلي ابني يعبر عن اللي هو حاسس بيه. ايه الحاجه اللي مخوفاك؟ مش انا ماما انا خايف. طب ماما بيقولوش. لا يا حبيبي ما تخافش. ما بيقولوش. انا هقرب ابني، تركيزي جدا مع ابني وتصرفاته. لما الاقي ابني بيعمل بالظبط سلوكيات غير العادي، يعني في العادي لو انا نازله وسط تجمعات المفروض العادي ان انا هنطلق. لو ابني مثلا بيخاف يطلع في الاسانسير، هو سنه كبير بس بيخاف يطلع من الاسانسير، بيخاف من القطط بشكل رهيب جدا، مجرد ما يشوف القطه يكش. فوبيا. مش بصي، هي الفوبيا ومع الاطفال كمان بسهوله تتفك. ليه؟ لان هو الفوبيا بتيجي منين؟ مشهد قوي جدا انا اتعرضت عليه، شفته سواء في الحقيقه او في الفيلم وصدقت، ودي حالات انا شفتها فعليا. بتتولد الفوبيا بالظبط، تخاف تركب اسانسير. فقصدك ان اسهل ان احنا نعالجه في الاطفال لو ركزنا معاهم واكتشفناه من هم صغيرين؟ هو الموضوع بسهوله بيتفك سواء في الطفوله او في الكبر، لكن الفكره ان الام نفسها تقدر بمجرد انا عارفه انك خايف، انا حاسه بيك، طب ايه اللي حصل؟ ما انا عندي فيدباك مثلا على بنتي مثلا اسانسير قتل معاها مره. انا قلت بس هو ممكن ايه يحصل مثلا فوبيا ولا حاجه. عايز اسال سؤال مهم. ايه اللي اصلا يخلي الشخص نفسه يحب افلام الرعب ويروح لها؟ ايه الدوافع لكده؟ ما انا بقول لك الدافع لكده هو ان انا عندي فضول للما ورائيات. هو ايه حاجه اللي انا شايفها؟ هو اصلا احنا بنقول ايه من الاول؟ وبعدين هقول لك حاجه، نفس النوع. احنا قلنا الفضول والادرينالين والمتعه والاثاره كل الاسباب دي، ونفس الفكره كمان اللي تخليك تروح تلعب زي ما انت قلتي، تروح الملاهي وتلعب وتعمل. ايه اللي يخلي واحد ينط من الطياره ويفتح باراشوت؟ انت قصدك الرجاله مش الستات؟ ايوه. ممكن الاسباب تختلف من الرجاله للستات. أيوة. سوري أيوة. يا شايف انا ما اعرفش ان انت قصدك عليك انت. خلينا اصر ان انا اتفرج على افلام رعب. يا اما هبص الموضوع نسبي، يا اما لو انا بحب اخد التجربه وعندي فضول. التجربه ازاي يعني؟ يعني لو اعمل جريمه؟ لا يعني خد تجربه، انا بتكلم في الباراشوت، في قصدي في الالعاب الجامده. فانا عايزه برضو عندي الفضول ان انا افهم ايه اللي بيحصل بالظبط في الموضوع ده. فانا زي ما قلتي كده بتابع وبحلل وبفهم الموضوع. يا اما السكه الثانيه، هو اصلا الراجل بطبيعته عنده ميول يعني عنيفه شويه.